سيدي الكريم، سؤال يتبادر إلى الأذهان. بعد مقتل عصام الراعي ومن قبله قضية خطف رياض الأحمد، هل كان لديكم أي معلومات أو معطيات عن الجهة المسؤولة عن هاتين الجريمتين؟ وما الذي فعلته حيال ذلك؟ نعم أخي، كان عندي استنتاجات عن مقتل عصام وعن خطف رياض الأحمد. أي دلائل ملموسة؟ نعم، أي دلائل ملموسة؟ ما ملموسي، لكن ظنون، شكوك. شكوك طبعا. شكوك وظنون طبعا. أولا، رياض الأحمد لو كان عند النظام فترة شهرين كان عرضه ليرفع بمعنويات الطائفي العلوية، انه نحن جبنا الهرموش وهاي رياض الاحمد يمكن اول ضابط بشاب، كان عرضوا على شاشة التلفزيون. وانا اعرفه للرجل رياض الاحمد، اعرفه وبارك معه اكثر من اربع خمس مرات، وكل الناس تعرف انه هو مدعوم من قبل العرعور، ودائما بحوزته مبلغ لا بأس به من المال. فانا ظننت انه هذا الرجل اكيد مخطوف من قبل السوار، من قبل السوار. وانا رحت مرتين على تركيا وقعدت مع ناس، وكانوا مره واحد قال لي هو مؤكد موجود بالمنطقه الشرقيه، ما راح اذكر وين، ورجعوا قالوا انه هو موجود بجبل بجبل الاكرد بعد مقتل عصام الراعي. والشيء اللي صار، انا دعوت كتائب الجبل، وبفضل الله تعالى كتائب الجبل اللي بختلف معهم والماني مختلف معهم كلهم يحترموني، لانه انا اكبر واحد سنا في الجبل، ولا ينكرون انه انا اول من قام بالثوره بجبل الاكراد هو انا. نعم نعم، ولا اشهر من نار على علم. نعم، فدعوت الى اجتماع، اجتماع لجميع القاده، جميع قادة كتائب الجبل. نعم، ان كانوا اكراد ومن هم ليسوا اكراد. نعم، اجتمع الكل وانا اراقب صراحة، يعني كنت أراقب كل قائد كتيبي أو كل عنصر حضر الاجتماع خارج المكان اللي اجتمعنا فيه، وأنظر بوجوه الناس. هل كان من بين المجتمعين أحدا من جبهة النصرة؟ لا. أو من أحرار الشام؟ ما أحرار الشام، ما جبهة النصرة قطعا لا. فقط من جبل الأكراد؟ من جبل الأكراد. نعم. لا، كان في من المدينه. نعم، كان في من المدينة. انا دعوت الاجتماع عام لكتائب الجبل بغض النظر اكراد او غير اكراد. نعم نعم، فكنت انظر الى وجوه الناس، ومنهم قادة كتائب، انظر لهم وجوههم مرتبكه. وانت لو شفت، يعني ما بعرف اذا كنت انت بمحل الاجتماع، يعني كان في ناس ايدهم على الزناد، اياديهم على الزناد، وانا استنكرت هذا الامر. وكتيبتي لما شافت هالامر هذا حاوطت المكان على الاسلحه وبالرشاشات وبالكذا. نعم نعم، احنا ما بنقولوا داعين لاجتماع لمعالجه قضيه، انما داعين لاجتماع وكاني الجنات بيعرفوا حالهم ان هن مكشوفين ونحن جايين من هذا. هون استنتجت اخي الكريم انه الجنات عصام ورياض هم نفسهم داخل الدائره.